السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس؟ نتمنى ما تكونوا كلكم مزيانين، كلكم بأحسن الاحوال ان شاء الله. معكم صفاء كما العاده بيجوتري الاخوين. تاسات نبيع الدار 18 كره، طبعا كيتباع في المغرب كامل. لا ريزون فابور، مالك غير تسكريني لارتيكل اللي عجبتك ودوزي عندنا واتساب اللي غادي نبانكليو دابا. سميه والكنيه ورقم التليفون والعنوان ديالك كامل، وكنصيفطوها لك حتى لعندك افيك دي كادو سامبوليك. تنشكرك بها على الثقه ديالك بالسلعه ديالنا. مرحبا بكم والف مرحبا البنات. التواجد ديالنا في مدينه ميدلت، قيصريه ميدلت اللي كاينه اون فاس المركز الثقافي. مرحبا بكم البنات. كما قلنا لكم اللايف اللي فات، ان شاء الله غادي تكون يعني الفائزه ان شاء الله في هذا النهار هذا اللي فاتت معنا بارتيكل من ذهب. وهذا النهار كذلك غادي يكون يعني حاولوا انكم تبارطاجيو ان شاء الله، باش غادي تكون معنا فائزه ان شاء الله اخرى في الشهر الجاي ان شاء الله. حاولوا من هذا النهار غادي تبدا عاود المسابقه كذلك عاود مره اخرى ان شاء الله باذن الله. حاول ما تغيب تبارطاجيو اللايف قدر المستطاع باش تكون ان شاء الله الفائده، وحتى تساعدوا حتى اللايف يطلع شي شويه ويشاهدوه اكبر عدد ممكن ديال الناس. مرحبا بكم والف مرحبا. كثروا لنا البنات من جيم وجادوغ اللايف ديالنا ان شاء الله باش ما يتقطعش وباش نكملوه في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله كما عودتكم مجوهرة الاخوين دائما كنجيبوا لكم البلدي وكنجيبوا لكم حويجات جدادين ان شاء الله باذن الله. حاجه اللي كنعاودوا اللي كندوزوها لكم كتكون جديده واثمنه جد مناسبه. حاولوا غير تبارطاجيو. مرحبا بكم والف مرحبا البنات. يلا بنات حاولوا تبارطاجيو وتاقيو لنا حباباتكم صحاباتكم كاع اللي تعرفوا عزيز عليها الذهب وتعرفوا ان عندها حب الذهب وباثمنه تكون مناسبه. حاولوا تبارطاجيو لها هذا اللايف هذا باش يشاهدوه باش تشوف لي زارتيكل اللي جبنا. الحمد لله حويجات زوينين وباثمنه جد مناسبه البنات. يلا بنات بارطاجيو شويه اللايف. دخلت بارطاجي اللايف. مسابقه البنات كما قلت لكم راه عاد مستمره. حاولوا دخلت بارطاجي اللايف قدر المستطاع.
يلا البنات نستناو شويه باش يطلعوا شويه البنات باش نداو لايفنا ان شاء الله باذن الله. البنات راه اليوم جبت لكم لي موديل زوينين بزاف، وكاينين بعض لي زارتيكل ان شاء الله لي صراحه شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه قديمه وزوينه صراحه. حاولوا غير تبارطاجيو وتطاقيو الناس صحاباتكم حباباتكم وتعرفوا عزيز عليهم الدب وعزيز عليهم لي زارتيكل زوينين والموديلات القدامين في الخدمه تاعهم. واستغلوا البنات هاد المرحله هادي فاش شويه الذهب، البنات راه الذهب نزل شي شويه مابقاش كما كان، يعني ديك 800 درهم راه مابقاتش. يلا البنات غادي نبداو اللايف باش ما نطولش عليكم اكثر حيت اصلا مشى الحال. غادي ندير لكم اول حاجه بهاد السرتله، هادي السرتله ديال الورده، هادي البنات السرتله ديال الورده فيها جوج خيوطه ديال الورده وواحد سامبل في الوسط، فيها 35 غرام جات ب 27300 درهم، 27300 درهم اللي هي 2,146,000 ريال. الدوره ديالها 6.6 وكتبقى البنات زينه وخزينه وعمليه. البنات هذه جات ب 27300 درهم، 2,146,000 ريال، كتبقى البنات زينه وخزينه، فيها 35 غرام. اللي عجبتها دير لها سكرين ودوز واتساب ومرحبا بكم الف مرحبا البنات. حاولوا البنات اللي دخلت بارطاجي اللايف قدر المستطاع باش يطلع لنا شويه اللايف، وفي نفس الوقت تشاهدوا اكبر عدد ممكن ديال الناس، وانتي تكون عندك نسبه ديال البارطاج عاليه باش تفوزي معنا ان شاء الله بارتيكل من ذهب. وكما قلت لكم راه اليوم ان شاء الله غادي يكون الاعلان عن الفائزه بارتيكل من ذهب للاخت اللي فازت معنا في المسابقه ديال البارطاج. حاولوا البنات بارطاجيو باش تكون معنا فائزه ان شاء الله في هذا الشهر هذا الداخل. مرحبا بكم الف مرحبا البنات. كما قلت لكم هذه فيها 35 غرام 27300 درهم، 2,146,000 ريال، فيها 6.6 في الدوره ديالها. دونك اللي بغاتها وعجبتها دير لها سكرين ودوز واتساب ومرحبا بكم والف مرحبا. كتبقى البنات حتى هي الموديل ديال زينه وخزينه، لبسيها توجور في اليد ديالك ما تحيديهاش، وصح ومتانه شي حاجه ما نهضروش عليها. هادي كاينه هاد السرتله ديال البرومو سامبل كما كنقولوا دائما ملكيه البنات. هادي البنات فيها 25-60 غرام على السوم 780 درهم، 2,000,000 هادي كامله، هادي 2,000,000 البنات. سلامة يعني تونسية. حبيبتي دينار تونسي ما نقدرش نقول لك، مانيش عارفه ما عرفاش الثمن ديالو بالتونسي. مرحبا بك حبيبتي معنا في اللايف بيجو دخل الاخوين ميدلت، مرحبا بك الزينه ديالي والف مرحبا. دونك الفلوس تاع توانسه ما نقدرش، تحاولي دوزي عندي واتساب الا قدرتي نقدر نشوف لك البخي تاعو بدينار تونسي. شوفوا البنات شي حاجه غزاله وفنه، 2,000,000 هادي، 2,000,000 فيها 25.60 غرام، كتجي غزاله وفنه البنات. اللي عجبتها دير لها سكرين ودوز الواتساب ومرحبا بكم والف مرحبا البنات. سرتله ديال المبروم والسامبل. بالنسبه للدوره ديالها هادي خويا عافاك حداك الباب، حداك الباب هادي البنات 6.7 سنتيم، 6.7 سنتيم، كتجي غزاله وفنه في اللبسه نتاعها. اللي عجبتها دير لها سكرين ودوز عندنا واتساب ومرحبا. السلام بخير الحمد لله اختي فاطمه، كي دايره انت بخير مزيانه احوالك طيبه. غندوز لكم هاد التولاتيه حتى هي غزاله وفنه البنات، منقوشه بطبيعه الحال كتجي زوينه في اللبسه نتاعها، وفي نفس الوقت شي حاجه زينه وخزينه. دونك هذه البنات فيها 29.65 غرام، جات ب 23150 درهم اللي هي 2,063,000 ريال. الدوره ديالها هذه البنات 6 سنتيم، 6 ديال سنتيم، 6 سنتيم هذه. الدوره ديالها صغيره وزينه وخزينه وخفيفه شويه في الميزان تاعها، كامله جات في 29.65 غرام اللي هي 23150 درهم، 2,063,000 ريال، 2,063,000 ريال، بحال تقول 2,315 الاورو هذه تقريبا. جات 29.65 غرام 6 سنتيم البنات. اللي عجبتها دير لها سكرين دوز عندنا واتساب ومرحبا بكم البنات والف مرحبا. 780 حبيبتي فاطمه هاد الساعه، ساعه اخرى الله اعلم.
غندوز لكم هذه البنات خمسه ديال الخويطات، شي حاجه غزاله وفي الناروس وشي حاجه واو البنات، شي حاجه زينه وخزينه وتلبسيها على زائر الايام، وفي نفس الوقت ما تخافيش عليها، حاجه اللي كتلبسيها صحيحه ومتينه، والثمن ديالها البنات كيجي جد مناسب بالنسبه لهذه. شوفوا البنات كاينه هذه فيها 55.50 غرام، 55.50 غرام، جات ب 43300 درهم، 43300 درهم، 4,066,000 ريال، اللي هي البنات 4,330 الاورو تقريبا، 55.50 غرام. هذه البنات فيها الدوره ديالها 6.4، الدوره ديالها 6.4، دونك اللي بغاتها دير لها غير سكرين ودوز عندنا الواتساب اللي غادي نبانكليوه دابا في اللايف. ومرحبا والف مرحبا البنات، شي حاجه ملكيه البنات، حتى هادو راهم زينه وخزينه، ما رادم ان الذهب طاح شي شويه، طاح شي شويه في الثمن ديالو، مابقاش ب 800 ولا ب 790، حاولوا البنات تستغلوا هذه الفرصه هذه. مرحبا بكم والف مرحبا. كما قلنا هذه فيها 55.50 غرام، 43300 درهم، شي حاجه غزاله وفنه البنات، وكتجي انيقه في اللبسه نتاعها نتاع الرسول، شي حاجه غزاله 6.4 البنات، اللي عجبتها دير لها سكرين. ومرحبا بكم والف مرحبا، حاجه زينه وخزينه البنات. سلام صفاء، لاباس اختي؟ خاتم تخوات دير لي في يدك شحال حبيبتي؟ هذا اللي جاي هكا، هذا حبيبتي تلبس هذا، جاب 4500 درهم، 90000 ريال، 4500 درهم، 90000 ريال البنات، اللي بغاتو مرحبا. ها انت اختي امينه، شي حاجه غزاله وفنه ما شاء الله، كيشد تقريبا صبع كامل، كيجي غزال في اللبسه. غادي ندوز لكم البنات بعض الخويتمات اللي هما الاستعمال اليومي، ولا اللي بغيتي انتيا تلبسيهم فاش ما بغيتي انتيا في الاستعمال اليومي، ولا غير اللي بغيتي. دونك كاين هادو البنات غنفوتهم ليكم، عندي هذا نتاع الخوات اللي قلت لكم في سبع نتاع السبابه، هذا داير 4500 درهم، 4500 درهم، جايب 90000 ريال. كاين هذا نتاع الورده جايب 6100 درهم، اللي هي 122000 ريال. وكاين هذا اللي جاي هذا المناف، جاي على هذا الديزاين هكا مزيكزاكي هكا، شي شوفوا الديزاين كيفاش داير، هذا ديال المناف ولاني جاي بحال هكا، كنقولوا له شنو يعطيوه، 3600 درهم، 72000 ريال، 3600 درهم، 72000 ريال البنات. خاتم غزال وفنه البنات ما شاء الله، صحيح في الخدمه نتاعو، صحيح بامتياز، 3600 درهم، 72000 ريال. وهذا الوسطاني 3600 درهم، جايب 122000 ريال. اما هذا ديال الخوات دي جايب 4500 درهم، اللي هي 90000 ريال، وكلهم الصح والمسانه البنات، والخدمه المتقونه على حقها وطريقها، شي حاجه غزاله وفنه ما شاء الله. اللي بغاتهم مرحبا، دوز عندنا واتساب، ومرحبا والف مرحبا، كدوز واتساب تقول لنا هالخاتم اللي بغيت اولا تسكرينيه ومرحبا. غادي ندوز لكم هذا نتاع القرطاسه البنات، حتى هو غزال، كيجي غزال في اللبسه نتاعو، شي حاجه واو، شي حاجه غزاله وصحيحه ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا نتاع القرطاسه دايره البنات 4000 درهم، 80000 ريال، 4000 درهم، 80000 ريال، 400 الاورو تقريبا، كيجي حتى هو صحيح ومتين، والخدمه ديالو يا سلامه البنات، ومن طول خد الحجرات اللي مخدومين فيه راهم بيان سيغتي البنات، مخدومين على حقهم طريقهم، شي حاجه غزاله وفنه. كاين هاد الوسطاني البنات، شي حاجه طوب ديال الطوب البنات، اللي شافتو هكا تقول هذاك البومبيلا راه ورقه وحده، لكن الديزاين ديالو داير هكا، جايب 7100 درهم، اللي هي 142000 ريال، 7100 درهم، 142000 ريال هاد الوسطاني. اللي عجبها دير له سكرين، دوز واتساب، مرحبا بكم البنات والف مرحبا. خويت مات البنات الاستعمال اليومي كيجيو غزالين وفنين ما شاء الله في اللبسه نتاعهم، والاناقه ما نهضروش عليها ما شاء الله في اللبسه نتاعهم كي كيجيو. دونك اللي عجبتها شي حاجه مرحبا دير لها غير سكرين ومرحبا. غادي ندوز لكم هذا نتاع اللويزه، اللي فيه اللويزه ديال 18، هذا راه صغير اللي بقى لي، داير ب 5900 درهم البنات، 5900 درهم، اللي هي 118000 ريال، 5900 درهم، 118000 ريال. خاتم غزال وفنه البنات، اللي بغاتو دير له سكرين ومرحبا بكم والف مرحبا. هذا الصغير وراه كاين العلاقه نتاعو، اللي بغاتها مرحبا، كاين بغاتلي كي كلشي اللي بغات مرحبا. اش غادي نقول لك زينه، بالنسبه اللي كتبغي تخبي فلوسها فمن الاحسن كما قالوا لك الناس، خدي بالغرام، اللي بغيتي تخبي فلوسك تخبيت الفلوس، انت قلتي بغيت نخبي فلوسي ما قلتيش نلبس مفقد، بغيت نخبي فلوسي خدي شي حاجه بالغرام. الحاجه اللي كتباع بالغرام راكي عارفاهم، هما الرادكوس، سلات، العصير، الصابون، اولا خدي شي حاجه ديال اللويزات حتى هما كدسي فيهم فليساتك. كاينين دي زارتيكل اللي كيكون هما نسبيا فلوسك ما كضيعش فيهم 100%، يعني ما كضيعش في الثمن ديالهم بزاف، اللي هما الحوايج اللي ما فيهمش الحجر، شغل كيما نقولوا حنا التخرام تقريبا هكا، ولا هاد العلاقات هادو ديال اللويزه كتكون في ديال 18 كتكون التخرام في الجناب، حتى هادو ما كتضيعيش يعني فيهم بزاف من بعد، ولينا من بعد واحد المده في سنين، يعني تكون عندك سنين ومنين كيما نقولوا طولت عندك،
فهمتي؟ اما حاجه الحجر لا، حاجه الحجر حبيبتي راه لبسي تنقي ولبسي زي زي كما نقولوا، نهار تبغي تبيعي ما تضربيش حساب انها ترجع لك فلوسك. هذا الشيء اللي كاين، كنتي باغا تخبي الفلوس خدي حاجه الجرام احسن، عسل الصابون اللي رادكو والسراتل، جميع انواع السراتل كما كانت، سواء الورده سواء المنقوشه سواء الرسول سواء هذا المبرومو سامبل، اي موديل اي موديل كتخبي فيه فلوسك. ما تاخديش شنو المنفوخ، اللي المنفوخه حبيبتي لا، يعني هذيك هي هذوك نتاع الصويري بحال دابا هذوك. المهم شوفي كاينين دي موديل ديال المنفوخين، هذوك اللي السلات اللي تيكونوا شويه منفوخين بحال مجعبين لداخل، ما كيكونوش ورقه واحده. شكون داك الشيء الصويره بعد ما من تاخذ تديه كتاخذيه رخيص، وليني ملي كتشديه في الدار انت دير له غير شويه هكا يضغط لك، فهمتي؟ بحال هذاك لا، حاولي انك ملي تمشي تشريه انفيتي هذاك ما تديهش، هذاك بعدي عليه، دي اختي شي حاجه اللي تكون خدمه لحقه وطريقه وتكون ورقه واحده. هادشي اللي كاين. هاد التصوير حنا ما حنش نجيبوه كاع، ما حنش نطلبوه، ما غاتجيبوا لنا هكا شي وحده مستعمله، يجيبوا لنا شي وحده هكا، يجيبوا لنا المحل هكا شي واحد مستعمل، ولا راح ندوبوه، ما حنش ندوزوه كاع في اللايف. الا ردتو البرا شحال هادي، راه مود هادي ما كندوزوش هاد السيد ديال الصويري. دونك البنات كاين هذا، شوفوا لي هاد الخاتمه البنات، هذا راه دق قديم، خاتم دق قديم. شوفوا هذا ممكن نقول لكم دق قديم، راه ماشي كيعني انه مستعمل، هذا دق قديم، خدمه مقديمه، هذا خدمه قديمه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، هذا ما غاديش يدوز الثمن المستعمل، لكن هذا قديم، الخدمه ديالو قديمه بزاف. شوفوا لي كي داير، كاينين بحالو دابا كيخدموهم ذهبيه بصح صناعيه، بصح ماشي بحال هكا، هذه الخدمه قديمه. هذه هذا جيب 3300 درهم، 66000 ريال، واللي عجبني فيه هو الصح نتانا البنات، متين داير 3300 درهم وليني صحيح، حاجه اللي تلبسيها في الصبع ديالك وتنسايها، حاجه صحيحه ومتينه. شوفوا لي الديزاين كيفاش داير، شي حاجه الطوب ديال الطوب. شوفوا العرض ديالو البنات، العرض ديالو في الصبع ديالي شي حاجه غزاله، انا ما جاش قدي صراحه، وكان جا قدي راه نلبسو الصراحه زوين. شوفوا حاجه غزاله وفي النص حمت انا البنات، وشوفوا الخدمه ديال هاد اللويزه اللي فيه، شوفوا الخدمه كي دايره، 3300 درهم 66000 ريال، شي حاجه الطوب ديال الطوب البنات، الرائعه في اللبسه نتاعها صراحه. طلعوا لي لي كومونتير كحلين ما عرفتش علاش. سيرت لا سامبل شحال الغرام، برومو سامبل 780 حاليا حبيبتي باش غندوزو في اللايف، اللي بغات شي حاجه مرحبا. بشحال تخوادي هذا حبيبتي؟ 4500 درهم 90000 ريال، 4500 درهم 90000 ريال، مرحبا بك حبيبتي ألف مرحبا. بنات عصير الصابون هذا يلاه دخل عندي هاد النهار غزال فن البنات. بالنسبه لهذا راه فيه 23.44 غرام، 23.44 غرام، شي حاجه الطب ديال الطب ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا جايب 18300 درهم اللي هي مليون و166 الف ريال، مليون و166 الف ريال، فيه 23.44 غرام البنات. حاولوا البنات بارطاجيو اللايف قدر المستطاع البنات باش يطلع شويه اللايف، وحتى انت تكون عندك نسبه المشاهده طالعه، نسبه البارطاج ديالك طالعه، وتكون معنا فائزه ان شاء الله. كما قلت لكم اليوم غادي يكون الاعلان على الفائزه بارتيكل من ذهب، شي حاجه زوينه ان شاء الله باذن الله. كنشكروها على الثقه على البارطاج تاعها، وحتى نتوما اللي بغات تفوز معنا حاعمل عليها غير تبارطاجي لي لايف اللي كنديروهم خلال الشهر كامل، وفي الاخر كتكون معنا فائزه ان شاء الله باذن الله. دونك البنات هذا عصير الصابون كيجي على هذا الشكل، هذا 23.44 غرام، 23.44 غرام، جايب 18300 درهم اللي هي مليون و166 الف ريال، مليون و166 الف ريال. بالنسبه للدوره ديالو هذا البنات، دورتو البنات هذا 6.6، والواجهه تاعو هذا 3 سنتيم، دورتو 6.6 والواجهه ديالو 6 سنتيم، 3 سنتيم عفوا، 6.6 في الدوره و3 سنتيم في الواجهه نتاعو، فيه 23.44 غرام، 18300 درهم. دونك اللي عجبها دير له سكرين، دوز عندنا واتساب، ومرحبا بكم الف مرحبا البنات. 780 حبيبتي حاليا بالنسبه للذهب البلدي، البلدي 780. ندوز لكم البنات بعد لا شيمبوندون، بعد السنيسلات، ماشي شيمبوندونتيف، بعد السنيسلات خفيفين دوك الاستعمال اليومي صار زوينين، اللي بغات انها تلبسهم ولا تلبسهم بنياتها ولا كيجيو زوينين وانيقين صراحه. المهم حنحاول نخوي شويه بلاصه حدايا باش نبقى ندوز لكم هاد السنيسلات. شوفوا لي هاد السنيسلات كي دايرين، هادي كيكون فيها خمسه ديال لي غوتاكا، خمسه ديال الاخر الحجيرات بلي كولور، هادو جاي الثمن ديالها ب 1200 درهم، 1200 درهم البنات، 1200 درهم، 24000 ريال. هادي كيجيو فيها هاد الحجيرات هادو بلي كولور، هادي البنات 1200 درهم، 24000 ريال، هادو الاستعمال اليومي كيجيو غزالين، واللبسه نتاعهم كتجي زوينه بزاف. والبنات سنيسلات راهم صحاح، راه ماشي داكشي ديال سليكرت عليك كما نقولوا دائما، هادو راهم صحيحين، هتلبسيهم في عنقك وتنسايهم، حاجه غزاله وفنه ما شاء الله.
كاينه هذه نتاع الفراشات اللي حتى هي كتجي غزاله وفنه، فيها تبارك الله 6 ديال الفراشات، 8 ديال الفراشات ما شاء الله، عاد حسبتهم 8 ديال الفراشات ما شاء الله غزاله وفنه. الثمن ديالها هذه البنات 1200، حتى هي 1200 درهم 24000 ريال، 1200 درهم 24000 ريال. اللي بغاتها دير لها سكرين دوز واتساب ومرحبا بكم البنات والف مرحبا. كاينه هذه ديال التاج، هذه فيها التاج سنيسله تصحيحين للاستعماليين، 1200 حتى هي 1200 درهم 24000 ريال، 1200 درهم 24000 ريال. اللي عجبتها شي حاجه دير لها سكرين. طب ديال الطب ما شاء الله سنيسله تخفيفين وزويونين البنات صحيحين في نفس الوقت. البنات كاينه هذه ديال كريستين ديور خفيفه وزوينه، حتى هي عندها نفس الثمن 1200 درهم 24000 ريال. البنات هادو شي حاجه طب ما شاء الله الصح والمتانة البنات، 1200 درهم 24000 ريال حتى هذه ديال كريستين ديور. كاينه هذه حتى هي غزاله وفنه وصحيحه، حتى هي عندها نفس الثمن 1200 درهم 24000 ريال، 1200 درهم 24000 ريال البنات. وكاينه عندي هذه ديال جلوين حتى هي نفس الثمن 1200 درهم 24000 ريال البنات. حتى هادو سنيسلات كلهم بهذا الثمن، شي حاجه طوب ديال الطوب ما شاء الله، حاجه تلبسيها في العنق نتاعك الصح والمتانه ما شاء الله تبارك الرحمن. كاينه هذه ديال بي عفوا، كاينه هذه ديال دميعه 1200 درهم 24000 ريال، 1200 درهم 24000 ريال البنات. وكاينه هذه حتى هي ديال في 1200 درهم، حتى هي نفس الثمن 24000 ريال، 1200 درهم 24000 ريال البنات. امشي لكم عاود شويه للبلدي، هذه تبارك الله ثقيله، الوزن ديالها تبارك الله ثقيله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه غزاله وفنه ثقل الميزان البنات لاعب دور. نحاول نخوي هاد البلاصه باش نقدر انني ندوز لك السلعه شوفيها على حقها وطريقها. كاينه هذه، هذه ربعات الخويطات البنات، ربعات ديال الخويطات ثقل ثقل البنات لاعب دور. شوفوا ليا 53 غرام، ربعات ديال الخويطات 53 غرام، 41350 درهم، 41350 درهم، ربعات المليون و 27000 ريال، ربعات المليون و 27000 ريال، 53 غرام البنات. بالنسبه لهذه الدوره ديالها هي 6.7 6.7 اللي بغاتها ما عليها غير تسكينيها وتدوز عندنا الواتساب. مرحبا بكم البنات والف مرحبا. 6.7 فيها 53 غرام، 41350 درهم، شي حاجه ديال الدوامه البنات وزينه وخزينه والمتانه ما شاء الله تبارك الرحمن. دونك اللي عجبتها دير لها سكرين ومرحبا. البنات كاين عندنا هنايا كانوا يسولونا بزاف ديال البنات على اللويز ديال الفان، هانتوما هانتوما ندوز لكم 20 هانتوما كنتي شحال تتسولوا اختي واش ما عندكمش اللويز ديال الفان، واش ما عندكمش اللويز ديال الفان. المهم ها هي وحيده وحيده البنت هو اخيرا وحيده غير هي راه الفان نقول لكم الفان يعني ما فيهاش ري كيش تخشيش. عندي وحده لا اكثر، هانتي شوفي انا غادي نحيدها من هاد العلاقه باش نوريها لك هكذا تشوفيها منا ومنا. شوفوا ليا هادي هانتي، هذا الراس، هاد الجهه هذا الراس، وهاد الجهه في هذاك الفريريش هانتي وحده اللي نسعى هانتو حاجه غزاله البنات. هذا اللويز ديال الفان ديال العشرين تبازطت به اللي دخلت تسولني عليه، ها هو ده حضرت وحده صرات الله اعلم. مهم مهم حضرت ياك هادي شوفي لي اختي لبسه ديالها الصراحه حاجه الاناقه يا اختي همويه 7400 درهم اختي
لا 7200، هادي 7200 ياك، 7200 144000 ريال غير وحده اللي بغاتها وسبقولها الله يسخر. 7200 ما عندي لا 10 لا 20، وحده 7200 144000 ريال. يلا اللي بغاتها دير لها سكرين دوز عندنا واتساب البنات، هذه ديال الفان وحده وحده اللي نزعها. اللي بغاتها دوز لي واتساب. هادو البنات دي بياس تاع الذهب تاع هادو، حاجه زوينه حتى هما للاستعمال اليومي، حتى هما تعلقيها في الجوهر، حتى هما ديريها في انشين هكا زويونه تلبسيها في عنق تاعك زويونين. انا واش نقول لكم، هادو راهم ديال الفان، هادو دي بياس، دي بياس ديال الذهب مخدومين على حقهم وطريقهم، يجيو هكا كي شغل لويز، لكن هما مخدومين على حقهم وطريقهم البنات. ليسونسيال انهم تقالين، يعني الثقل كاين، الميزان كاين، فهمتوا؟ الميزان كاين. ها انتم هذه فيها الرويس، فيها غير رويس، فيهاش كثر. ها انتم هادو تقال، الميزان ديالهم ثقيل، يجوا بحال شغل لويز، لكن هما ماشي يعني ماشي لويز هكا، هي دي بياس. شوفوا البنات هذه فيها 8.79 غرام، 8.79 غرام، جات ب 9000 درهم 180 الف ريال، 9000 درهم 180 الف ريال. كما قلت لكم هادو غير دي بياس، كيجيو هكا في الديزاين ديالهم مخدومين، يعني لما تبغيش تلبس هكا اللويز ولا، هانتوما بحال هكا بحال شكل راس، فيها النص جريده والراس الجهه الاخرى فيها الرويس. صافي البنات هادي جريده واش هي. شي مشكل، عفوا البنات هانتوما شوفوا لي هادي، هادي دايره 9000 درهم 8.79 غرام، 8.79 غرام. دونك اللي بغاتها دير لها سكرين ودوز لنا الواتساب ومرحبا. كما قلت لكم هادو غير دي بياس، يقدر شي واحد يقول لهم لويز هذا بحال لويز، لويز دي بياس اخويا، نقولوا داكشي اللي عندنا داك بياس تاع ودي الدلتا. انا لن اغش بياس بياس، انا لن اغش. شوفوا البنات هادي حتى هي فيها الجريده، وحتى هي بحال شكل لويز، فيها 38، جات ب 8500 درهم. 1907 التاريخ ديالها، شحال فيها؟ 1907 التاريخ ديالها. هاد الاولى اللي صيفطت لكم، اللي قلت لكم البنات 9000 درهم، فيها 1907، 1907 في التاريخ، يعني حتى هي راه قديمه. لا تفضحونا انتوما. شوفوا البنات 8.30 غرام، شوفوا البنات هادي ب 8500 درهم، 170000 ريال، 170000 ريال. شوفوا دابا هاد بوشعرق هاتو، هذا داير 8500، شتي اختي شتي انت، هذا داير 8500، يعني دي حاجه راه ما نهضرش عليها، حاجه تهضر على روحها صراحه، الصح والمتانه والثقل والجماليه واللبسه ديالهم، يا سلام قلبتهم ولكن ما عليكش. شوفي دونك هادو غير دي بياس كما قلت لكم، العاشقات ديال البياسات مرحبا. اما طلع حنا في مدينه ميدلتا العزيزه نتاعي، كنديروا لي فريزون فابور المدن المغربيه كامله. حاتم اللي في دارك في صبعك، هذا ولا هذا؟ هذا 4500 درهم عزيزتي، 1886 هذه 1886 ديال، ما شاء الله يا اختي 1886، عرفتوا شحال ديال العمر دابا؟ هذه تقريبا 40 عام ولا اكثر، 45 45 عام هكاك، ما شاء الله تبارك الرحمن. هاك اخي هاك رزقك، حمق والدي هز هاد المبيريكه حتى هذه طيحت منك. ايه صافي طاحت كاع مشات البنات. غندوز لكم هادي، شوفوا لي هادي 1886 140 عام، 140 عام، 1800 140 عام، شحال فيها؟ 140 عام، البنات عندها 140 عام، قرن 40 عام، صغرتها 1886، ما شاء الله تبارك الرحمن، غزيرة قديمة الصراحة. الناس اللي شوفوا، الناس اللي كتحافظ على هذيك، بالنسبه لي هذه راه بياسه، ولكن راه بالنسبه للناس اللي باعوها راه بحال الكنز عندهم، كوليكسيون حاجه راه الناس كتحافظ صراحه، كتحافظ الناس سورتو الناس ديال اللي كيكونوا على برا، ما شاء الله عليهم، راه كتلقى مرا عندها 60 سنه 70 سنه محافظه على شي البياسه ملي كانت باقا صغيره، شراتها لماماها كادو،
ولا شراها لباباها كادو، كتبقى محافظة عليها حتى كتولد حفايد حفايد حفايدة. اختي شحال لويز الفروج ديال العشرة؟ 5500 درهم. عفوا البنات انا مستمل البارح اللي يمكن عاود اليوم نقص عاود. هانتوما البنات هذا سرتلة ديال سبعة الخيوط. هانتوما اختي الزينة والخزينة والهموية والشيكي اختي. شوفي هادي البنات 6-7 في 54.20 غرام، 42300 درهم، 4.46 مليون ريال، 4.46 مليون ريال، 54.10.20 غرام، 6.7 سبعة ديال الخيوط. تلبسي وتأنقي ودسي فلوسك وترتاحي يا اختي. نهار توقفي على الفلوس ما تدقي باب حد، ما تضلقي لحد، ما تقولي لحد عطيني والله انا مزاوقه زعوني. بيع اختي غير بالواحد بالواحد وفكي مشاكلك، والله لا يصل شي حد يبيع ذهبو، لكن نهار توقفي عليه تلقايه. راك نقولها لكم وكنعاودها. اللي بغات تبيعو شحال كتاخذو على اختها؟ 4500 درهم باش ناخذ عندك اللويزات ديال الفروج الا كنتي انت باغا تبيعيها. تقريبا على حسب يعني حسب النقا صراحه. دوزي عندي واتساب صوريها ليا ومرحبا، والاحسن صوريها لي فيديو. شوفوا البنات ها انت 54.20 غرام، 4.46 مليون ريال، 6.7 في الدوره نتاعها. وتقولي لي شي اختي راه غاليه، دي يا صاحبتي ديما حدا 780، راه غادي واحد النهار تلقاها ب 800 درهم. كنقول لك ديري في استطاعتها، ماشي رانا غير كنقول لكم دير في استطاعتها بطبيعه الحال، وبغات تدي فلوسها ما تضيعش فلوسها. تشريش اختي الماعن، ما تشريش التخربيق، تشري الشراوط، شري الذهب اللي غينفعك. انا وين بعك رقم تليفون اختي؟ راهم بانكلي في اللايف 0627552531 و 0627552526. صافي الزينه ديالي علي 21 كراوي. شوف البنات كاينه هذه 4 ديال الخيوط، 36.80 غرام، 36.80 غرام، 28700 درهم، 2.164.74 ريال، 2.174 ريال، 28700 درهم. هذه 36.80، الدوره ديالها 6.6 البنات. دونك اللي دورتها هذه مرحبا. كاينه البنات هاد السنيسله حتى هي بنفس الثمن 1200. هذه اللي بغات تلبسها زويونه صحيحه 1200 درهم. كاينه هذه اللي فيها تقريبا هكا شكل لويزه مطبوعه 1500 درهم، 30000 ريال. هادو فيهم سنيسلات شويه صحيحين على يعني شويه تقالين على هادوك الاولين ديال 1200. هذا علاش الفرق ديال الثمن 1500 درهم 30000 ريال البنات. ما غادي صافي دوزت لا هي دوزت لا. كاينه هذه البنات خريشيشه 1500 درهم 30000 ريال، 1500 درهم 30000 ريال. هادو كلهم البنات شويه ثقالين على الاخرين صافي، هادو كلهم ثقالين شويه على الاولين. هادو البنات 1000 هادي نتاع لوي فيتون 1500 درهم، 1500 درهم. هادي فيها السلسله موجه ثقيله البنات حتى هادي 1500 درهم فاش تمتي. البنات هذه راه فيها سلسله موجه وثقيله عليهم كاملين بصح 1500 درهم بالدمعه ديالها اختي 1500 درهم. دونك اللي بغات تدي لها سكرين ومرحبا. غادي نمشي لكم لهذه البنات سرتله شنو اسمها هذه الله فكرني بعدوس نقولش سميتها نسيت سميتها، المهم نسيت سميتها. شوفوها نتوما اللي عرفتوها. شوفوا البنات سبعه ديال الخيوط كنا بالشهاده والله نسيت سميتها. شوفوا البنات حاجه الطوب ديال الطوب ما شاء الله، الخدمه متقونه على حقها وطريقها. 48.50 غرام، 37800 درهم. هذه الدوره ديالها 6.4 في الدوره تاعها. 48.50 غرام، 37800 درهم، اللي هي 3 مليون و156000 ريال، 3 مليون و156000 ريال. 48.50 غرام فيها 6.6. دونك اللي البنات عجباتها دير لها سكرين ومرحبا بكم والف مرحبا. زينه وخزينه
كتبقاش حاجه ملكيه شي حاجه انيقه بزاف كما قلنا 6.4 في الدوره اللي عجبتها غادي لها غير سكرين ودوز واتساب ومرحبا بكم والف مرحبا البنات. كاين البنات عندي هذا عصير الصابون فيه قلبي فين مشى هاتو عصير الصابون البنات. هذا البنات راه فيه 6.7 في الدوره تاعو حيت راه كدي وفيه 3.1 في الواجهه ديالو 3.1 في الواجهه نتاعو. هذا البنات فيه 25.60 غرام 19950 درهم 19950 درهم اللي هي مليون و100 مليون و100 19950 مليون و100 مليون و197 مليون و197 الف ريال مليون و197 81 لا 19950 مليون و199 مليون و199 الف ريال مليون و199 الف ريال. طب هذا مشى لجوج المليون صافي 25.60 غرام واعره البنات. هذا عصير الصابون الدوره ديالو 6 7 البنات نخرج هادشي اللي دخل لداخل. كاينه هادي صرت لها ديال 7 6.7 6.7 شنو بغيت نوريكم دابا غير هادي هانتوما 6.7 البنات طوب ديال الطوب ما شاء الله فيها 57.86 غرام 57.86 غرام هادي 4 45100 درهم 45100 درهم اللي هي 4 مليون و100 و2000 ريال 4 مليون و100 و2000 ريال 57.86 غرام فيها 6.7 في الدوره تاعها 6.7 في الدوره نتاعها الطوب ديال الطوب البنات مبروم سامبل والخدمه ديال سلام كيجيو واو في اللبسه نتاعهم اللي بغاتهم دير لهم غير سكرين ومرحبا. كاينه هاد السلسله خريشيشات 1500 درهم حتى هي اللي بغاتها مرحبا. وكاينه هادي ديال الفيليلات 1500 درهم حتى هي 30000 ريال البنات. كاينه هادي ديال الريالات وفستان حتى هما هاد اللعبات هادو 1500 درهم 30000 ريال. البنات اللويز راه موجود دونك الراس راه كاين اللي بغات شي حاجه. شحال ندوزو الراس هادنا 3700 الراس غندوزو ب 3700 درهم. وهذا نتاع الفروج 5500 درهم البنات. هذا ديال الفروج عندي هنا 5500 درهم. واش عندك حلقات صغار مالك دوزي عندي واتساب حبيبتي راه كاينين. شحال اللويز بالنسبه للفروج راه غندوزو غير ب 5500 درهم لان عندي واحد الكونتيتي فيه و هو الثمن ديالو زايد. حلقات الصفاره كاينين جيبوهم لي شوف. وهادو نتاع الراس هادو نتاع الراس 3700 درهم 3700 درهم البنات. هادي دوزتها كاينه ديال البنات حلقات الصفاره صافي. هادو البنات دايره 1500 درهم حتى هي فيها هاد العوينه بالزرق. هادي تحيد عليك العين اختي 1500 درهم البنات. البنات بالنسبه للحلقات للاستعمال اليومي ها هما هادو هما الصفاره هاك اختي الصفاره هانتوما الصفاره. هادو 1400 درهم عزيزاتي 1400 درهم هادو الصغار و 1800 درهم 36000 ريال هادو الكبار 1800 درهم 36000 ريال هادو الكبار. البنات كاين شي هميزات ان شاء الله غادي ندوزهم ليكم غادي ندوز لكم بعض الهميزات شي حاجه خفيفه ماشي بزاف ديال الهميزات اللي عندي. المهم غندوز لكم واحد ثلاثه ديال الخيوط هميزات. هادو اللي دوزت جديده حبيبتي سميحه 780 درهم بالنسبه للسلاتل. دونك ندوز لكم بعض المستعمل. عندي واحد ثلاثه ديال الخيوط كل واحد بوحدو كاين خويطات زوينين صحيحين استعماليين ومستعملين 720 درهم. دونك هذا تاع الورده فيه 1470 جاب 10600 درهم الدوره ديالو 6.1 بحال هكا ياكو صغير هذا بزاف داكشي اللي كاين 6.1 هذا فيه 6.1 14.70 غرام 10600 درهم مليون و12000 ريال فيه 6.1 البنات سوم 720 درهم الغرام
كاين هذا ديال التوته صغير ولا التوته هذا فيه 15.14 15.14 10900 درهم اللي هي 1,018,000 ريال وحتى هو عنده نفس لاطاي شوفوكم لا هذا فيه غير 5 تسعود البنات صغير هو 5 تسعود خويت فيه 5 تسعود ب 10900 درهم اللي هي 15.14 في الجرامات دونك هادو صغيورين البنات كاين هذا ديال الورده فيه 16.10 16.10 11600 درهم مليون ومليون و 36000 ريال مليون و 32000 ريال مليون و 32000 ريال 16.10 هذا الدوره ديالو شويه هذا 6 جوج هذا 6 جوج راه سميتو دبنيج العنبه صاحبتي كي العنبه كيتوتي قول لهم فواكه وصافي تحكريش بزاف تحكريش اويدي كيتوت كي العنب كاع فواكه تحكري بزاف حتى يا اختي غادي نعاود ندوز لكم هذه البنات راه غندوزوها ان شاء الله حتى هي هميزه ولو انها ما ماشي تمن الهميزه الصراحه هذه خصنا نخلعوها ندسوها نديروها بواحد الاطار 770 52 60 4 مليون و 500 درهم 4 مليون و 500 درهم اللي هي 4 مليون 10000 ريال 52.60 غرام 52.60 غرام هانتي انا قيختي شوفي الخدمه ديال الزمان كي دايره عطاهم الصحه وخلاص صافي البنات وبهذا الشيء غادي نكون ساليت اللايف نتاعي الراتكو البنات راه موجود اللي بغات الراتكو 780 درهم الغرام شوفي اختي هذا الشيء كامل 780 دابا اللي بغاتو مرحبا الغرامات اللي بغيتيهم كاينين اي انا قلت لك اي حطوه انا قلت لكم ما تبقاوش تحكروا بزاف لا غلطت في الريال دوزوه في الميكا تحكروش وين غلطت في السميه حتى هي فما نديرش بزاف اختي ما تحكروش بزاف التحكر ماشي زين لا 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 تحرجونا انا هذا ما عرفتش لبستو المهم دابا ان شاء الله غادي نعلكم على الفائزه بارتيكل من ذهب السيده ربحات معنا في المسابقه ديال البارطاج كنت قلت لكم راه غنشارك معكم الكادو نتاعها ان شاء الله البنات اللي بغا يفوزوا معنا عليهم غير سكري بارطاجيو لي لايف اللي كنديروهم في خلال الشهر كامل وان شاء الله راه موجد لكم ان شاء الله واحد مفاجاه اخرى غادي ان شاء الله غادي تكون في هذا الشهر اللي راه جاي ان شاء الله باذن الله هذه ماشي في مسابقه البارطاج هذه حاجه اخرى ان شاء الله باذن الله مازال كنبريباري نشوفوا كنديروا ليها بصح ان شاء الله باذن الله غتكون حاجه زوينه باذن الله رب العالمين دونك البنات هذا هو الكادو اللي غتاخذ معنا الاخت اللي فازت معنا غتاخذ معنا سنيسله ما كاينش من اعز من الام دونك خدينا لها واحد لاشين اللي فيها امي هنايا دونك اللي بغى البنت اللي فازت معنا ان شاء الله غادي تاخذها معنا كادو ما عليها غير تاخذ دوز لنا الواتساب بالنسبه للاخت اللي فازت معنا فهي نوال فيت نوال فيت صاحبه لاباج نوال فيت غتدخل عندي الواتساب ولا عند الاخ معاد المهم النمرات اللي كاينين في اللايف وغتقول لنا انا هي صاحبه هذه الباج هذه صيفط لنا الباج ديالها حيت حنا راه عندنا لاباج تاعها وتهضر معنا في تهضر معنا في الميسنجر في فيسبوك باش نعرفوها يعني صيفط لنا فيسبوك ديالنا ديالها تهضر معنا لا 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 ماشي مشكل صيفط لنا حبيبتي غير الباج نتاعك لان انا عندي لاباج نتاعك راها عندي مسكرينياها دوزي عندي واتساب زينه صيفطي لها لاباج نتاعك ان شاء الله ودخلي عندي واتساب صيفطي لي النمرات ديالك ديال التليفون العنوان ديالك زينه ديالي والسميه الكنيه ديالك ونصيفطوك لا كوموند نتاعك اولا الهديه نتاعك ان شاء الله حتى لباب الدار ديالك وهذا الكادو هذا هذا الكادو هذا اللي تاع المسابقه معاه كادو اخر ان شاء الله باذن الله حاولي حبيبتي تدوزي عندنا واتساب ومرحبا بك والف مرحبا وشكرا لك بزاف زينه ديالي على الثقه ديالك وعلى البارطاج نتاعك وعقبال البنات الاخرين ان شاء الله حتى هما يبارطاجيو معنا ان شاء الله لي لايف نتاعنا تهلاو لي فرحكم وتصبحوا على خير ان شاء الله يا ربي عافاك شحال لويزه الحر 5500 درهم الفروج و 3700 درهم الراس حبيبتي صافي 74 بالنسبه للراس و 110000 ريال بالنسبه للفروج صافي الزينه ديالي يلاه البنات تصبحوا على خير الى لايف جديد ان شاء الله